حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المصدر أونلاين: منع دفن جثمان الناشط أمجد في عدن من قبل مسلحين متطرفين. من صحيفة عدن الغد: تقول بأنه سيتم إعادة تشغيل مطار صنعاء برحلات مشروطة. موقع عربي يقول بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع اختطفت 48 مدنيا من بيحان بشبوة. ومن أخبار صحيفة القدس العربي: الجزائر تحدد مدة ساعة واحدة لصلاة التراويح في رمضان. أهلا بكم. البداية من موقع المصدر أونلاين والذي عنوان: مسلحون متطرفون يمنعون دفن جثمان الناشط أمجد في عدن ويحذرون من الصلاة عليه. يقول الموقع في التفاصيل: منع مسلحون متطرفون في عدن عائلة الناشط أمجد عبد الرحمن من دفن جثمانه في مقبرة داخل المدينة، وحذروا السكان من المشاركة في الصلاة عليه أو تشييع جثمانه. وقال سكان للمصدر أونلاين إن مسلحين على متن عربات عسكرية خرجوا من معسكر 20 التابع للحزام الأمني، طافوا جوامع المدينة وبعثوا عبر مكبرات الصوت تحذيرات من المشاركة في تشييع جثمان الناشط أمجد عبد الرحمن باعتباره ملحدا، وهي التهمة التي تم تصفيته على أساسها. وكان مسلحون متطرفون قد اغتالوا الناشط الشاب أمجد عبد الرحمن في مدينة الشيخ عثمان بعدن عبر إطلاق وابل من النيران عليه أثناء تواجده في أحد مقاهي الإنترنت. وبحسب سكان، فإن مسلحين منعوا أسرة الناشط أمجد من مواراة جثمانه في المقبرة الاعتيادية في المدينة، وأجبروا الأسرة على دفن جثمانه خارج المدينة. عاصمة دولة تتحول إلى وكر للميليشيا. بهذا العنوان عنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية وقال: ربما صار أغلبية اليمنيين ليسوا بحاجة إلى تفسير ما يجري في العاصمة صنعاء التي ترزح تحت حكم الميليشيا الإنقلابية منذ سبتمبر 2014 حين أسقطتها بذريعة الجرعة السعرية. ففي المستشفيات الحكومية فرض الحوثيون وجودهم ضمن خطة السيطرة على الدولة ومؤسساتها ومواردها، فحولوا المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات خاصة لهم ولعلاج أنصارهم. ففي مؤسسات الدولة وفي الوزارات تحديدا، المدير والنائب والوكيل والحارس وحتى أصغر وظيفة تم استبدالها بأشخاص محسوبين على الميليشيا، وبقية المناكفات والمشاجرات والتهديد تتقاسمها الميليشيا مع أنصار حزب المخلوع صالح. المواطن محمد فرحان وفي حديثه مع الموقع بوست قال: هذه هي الجرعة التي أسقطها الحوثي، صرنا نتجرع الجرعات بين اليوم والليلة، أنام وأسطوانة الغاز ب3000 وأصحى الصباح وهي ب4000 أو 5000. اغتالوا أمجد. تحت هذا العنوان كتب الشاعر عامر السعيدي مقالا يشرح فيه ردة فعله عند وصول خبر اغتيال أمجد عبد الرحمن قبل أيام في عدن. وقال عامر في أجزاء من المقال: اغتالوا أمجد، على هذه الرسالة بالذات وقعت عيني، وعليها وحدها كان الرد بالسؤال: أمجد من؟ في الحقيقة لم أكن بحاجة لطرح هذا السؤال الغبي الذي تعثر لدقيقة احتاج منها قلبي أقل من ثانية لينتفض بعد الضغط على أيقونة الإرسال مباشرة. ومن غير أمجد عبد الرحمن، لامعت صورته في البال وصارت مئات الرسائل التي وصلت بنفس العبارة، حتى غمزة العين والقلوب والورد بدت في عيني هكذا: اغتالوا أمجد. صاحب الرسالة لم يرد، ربما كان عليه أن يقول بعدها إنه يكذب، لكنه لم يقل. وأنا الآن بحاجة إلى أمجد ليقول إن الرسالة ومعها كل المنشورات التي اندلقت على صفحات الفيسبوك مجرد كذب ومزح ثقيل. كل الأخبار تقول إن أمجد مات، كل الأصدقاء يرفعون صورته على صفحاتهم بدلا عن صورهم الشخصية. لم تكن أيها العصفور الوديع صغيرا ولا سطحيا، بل كنت كتابا مفتوحا على المعرفة ومكتوبا بالنقاء. لم يزل صوتك عاليا وأنت تجادل حسام ردمان حول النظريات الاشتراكية وخطر الإمبريالية، وتناقشه في الفلسفة والفكر مستشهدا بأقوال هيجل وكارت وتشومسكي والجابري وإدوارد سعيد وأسماء كثيرة لا أحفظها. كما كنت بارعا وأنت تتحدث عن إشكالية فهم الدين
وتفسيره الذي يتماشى مع الإرهاب ويجافي روح الأديان السماوية، بالإضافة إلى قدرتك الهائلة في استحضار قصائد الشعراء وطرائف الأدب العربي والأجنبي من امرئ القيس إلى هيميروس، ومن المتنبي إلى شكسبير. موقع الاشتراك نت قال إنه في محافظة الجوف ارتفع عدد المصابين بوباء الكوليرا إلى 101 حالة جديدة منذ السبت الماضي حتى اليوم، واعترف مدير مكتب فرع الصحة بالمحافظة بعدم تمكن المكتب من إرسال فرق طبية لرصد الحالات المصابة بالكوليرا في المناطق النائية كصحراء خب الشعف والمرازيق والمناطق الحدودية، إضافة إلى أماكن وجود النازحين، مرجعا ذلك إلى شحة الإمكانات المالية بعدم وجود موازنة وغياب الدعم الذي يمكنهم السفر إلى تلك المناطق، متوقعا وجود حالات وفاة في تلك المناطق وأخرى كثيرة حاملة للمرض. ووصف الوضع بالمأساوي محذرا من سرعة تفشي الوباء بين السكان مع نقص الأدوية المكافحة للمرض، ذاكرا أن الأدوية في المستشفى الوحيد بعاصمة المحافظة على وشك النفاذ، في حين أن المستشفى يكتظ بأعداد المصابين. اشتكى اليوسفي أيضا من غياب الدعم من قبل الجهات المسؤولة داخليا والمنظمات الدولية، وأن موازنة المستشفى والمراكز الصحية والوحدات لم تصرف منذ يناير الماضي. موقع عدن الغد نقل عن مصادر دبلوماسية غربية أن اتصالات تجري الآن بين كل الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية من أجل إعادة فتح مطار صنعاء المقفل منذ مارس عام 2015، وقالت إن الهدف من السماح بإعادة تشغيل المطار في سياق شروط معينة هو تخفيف المعاناة الإنسانية في العاصمة اليمنية. وذكرت هذه المصادر أن الدول الأوروبية باتت تعي تماما أن الوضع في صنعاء لم يعد يطاق، خصوصا بعد انتشار وباء الكوليرا فيها وتعذر إرسال المصابين إلى المستشفيات. وذكرت المصادر أن إعادة تشغيل المطار لن تسمح بنقل مرضى ومصابين إلى مصر والأردن لمعالجتهم هناك فقط، بل ستتيح أيضا وصول أدوية تبدو المدينة في حاجة شديدة إليها في ضوء الانتشار السريع لوباء الكوليرا. جمود المشهد وفراغ تملأه الكوليرا والتزوير. تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني المعروف الدكتور ياسين سعيد نعمان مقالا تحدث فيه عن التعامل الأنجع مع أربع قضايا اعتبرها القضايا الرئيسية في المشهد اليمني، وقال: هل استعصى المشهد في اليمن على صانعيه وأصبح أكبر من الجميع؟ سؤال يتكرر بأكثر من صيغة وبمفردات مختلفة. الحقيقة التي تشكل جذر الجواب لهذا السؤال الهام هي أن الانقلابيين صنعوا مشكلة أكبر منهم لم يستطيعوا إدارتها بكل ما امتلكوه من سلاح. اعتقدوا أن السلاح يصنع المعجزات، ثم اكتشفوا أنه ليس أكثر من أداة للتوريط عندما أخذ يحركه عقل لم يسعفهم في استثمار المساحة التي غطتها قذائف مدافعهم، إلا ذلك الاستثمار الذي ظهر بواسطته الوجه الحقيقي لمشروعهم، وهو الوجه الذي تكثف فيه قبح القوة وهي تستحضر نماذج التسلط من تجاويف تاريخ سياسي لحكم كل مؤهلاته النهبة وليس لديه ما يعطيه، وبمظاهر لا يمكن أن يبقى لها مكان في اليمن المعاصر. على الجانب الآخر، فإن القوى التي تصدت للانقلاب تحت مظلة الشرعية على الرغم من النجاحات التي حققتها على صعيد استيعاب الجزء الأكبر من المشهد في مساراته العسكرية والسياسية، إلا أن أسلوب تعاطيها مع أربع قضايا أساسية في السياق العام للسيطرة على المشهد وما يعتمل فيه من تبدلات كبيرة يومية قد أثر على سلامة أدواتها في السيطرة على المشهد، حيث بدأ أنه من الضروري إعادة تقييم هذه الأدوات لتمنع اتساع الفجوة معه. يمكننا أن نستدل على ذلك بأربع قضايا رئيسية لا يمكن للشرعية تقييم أدواتها وسياساتها على نحو صحيح دون أن تكون هذه القضايا محور هذا التقييم. 1- إدارة المناطق التي تم استعادتها من قبضة الانقلابيين، وهو موضوع يجب التعامل معه على أنه الوعد الذي تقدمه الشرعية بخصوص الدولة التي تقاتل من أجل استعادتها بما يحمله من أحلام بالاستقرار والأمن. 2- استعادة تعز من أيادي الانقلابيين بأي شكل وتحويلها من رهينة بيدهم إلى نقطة ارتكاز في مجرى استعادة الدولة المخطوفة. 3- الحيرة والارتباك فيما يخص استكمال السيطرة على الساحل الغربي بما في ذلك الحديدة يصنع أكثر من علامات وسؤال حول منهجية وسلامة استراتيجية مقاومة الانقلاب، حتى
لو افترضنا أن هذه الاستراتيجية تقوم على التسوية في نهاية المطاف، فإن للتسوية شروطها لكي تنجح في تحقيق سلام دائم. 4. إدارة العلاقة مع التحالف. لا بد أن يتم من منظور استراتيجي، ولا يجب أن يسمح لهذه العلاقة الاستراتيجية أن تتأثر بالممارسات التي تغلب عليها الخفة في التعاطي مع القضايا التي تنشأ على الواقع كمسألة طبيعية، طالما أن هناك عملاً مشتركاً فيه من التعقيدات ما يثير الكثير من الخلافات. المهم هو أسلوب وأدوات إدارة هذه الخلافات. وزارة الأوقاف وبحسب موقع الصحوانت قالت بأن الجوازات الصادرة من سلطة الانقلاب مؤخراً غير مقبولة في موسم الحج القادم. وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أضاف الوزارة وحرصا منها على تسهيل تسجيل الراغبين في الحج لدى وكالات الحج والعمرة تواصلت مع الجهات المسؤولة في مصلحة الهجرة والجوازات وكذا الجهات السعودية، وأكدوا أن الجوازات الصادرة من صنعاء غير مقبولة، والسبب في ذلك عدم وجود بياناتها في قاعدة البيانات المخزنة لدى مصلحة الهجرة والجوازات. وأشار الوزير عطية إلى أن إصدار الجوازات خلال هذه الفترة لم يربط إلكترونيا بمصلحة الهجرة والجوازات كون الإنقلابيين قطعوا علاقتهم بها. موقع الوحدوي نت عنوان المشاركون في مسيرة البطون الخاوية يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث قرر عدد من المشاركين في مسيرة البطون الخاوية المتوجهة إلى عدن الإضراب عن الطعام لمدة مفتوحة حتى تلبية مطالبهم المتمثلة بصرف رواتبهم. وجاء قرار الإضراب بعد اعتراضهم بالقوة من قبل مدير أمن مديرية طور الباحة التابعة لمحافظة لحج، حيث اعترض مسلحون على متن الطقمين بقيادة مدير أمن طور الباحة المسيرة المتجهة نحو عدن للمطالبة بصرف رواتب موظفي تعز وإغاثة المحافظة. مدير مركز طور الباحة العقيد مثنى زليط طالب المشاركين في المسيرة بالعودة إلى تعز حسب توجيهات قيادة الحزام الأمني والتحالف، مؤكدا بأنهم سيمنعون المسيرة بالقوة في حال تقدمهم إلى طور الباحة. من جانبهم اعتصم أفراد مسيرة البطون الخاوية في مكان اعتراضهم من قبل المسلحين بعد نصبهم للخيام على طريق سائلة سوق الربوع، حيث أعلن بعض أفراد المسيرة الإضراب عن الطعام لمدة مفتوحة حتى تلبية مطالبهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلت عن السلطات العسكرية في محافظة حضرموت إعلانها سيطرة قوات النخبة الحضرمية على مديرية دوعن غرب المحافظة عقب تحريرها من سيطرة الجماعات المسلحة المنتمية لتنظيم القاعدة. وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن مدينة دوعن بكامل قراها وهضابها تحت سيطرة قوات النخبة الحضرمية عقب تحريرها من جماعات التطرف والإرهاب، مضيفة أن تعزيزات عسكرية قادمة سيتم الدفع بها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتأمين المدينة من تلك الجماعات الإرهابية. وأشارت إلى أن هناك خطوات لاستحداث عدد من المواقع العسكرية في دوعن ورفدها بالقوات والعتاد اللازم لتوسيع رقعة مراكز السيطرة وتضييق الخناق على فلول العناصر الإرهابية. انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع ما تزال مستمرة، آخرها وبحسب صحيفة الحياة اللندنية من محافظة شبوة، حيث نفذت ميليشيا الحوثي وصالح أعمال خطف ضد المدنيين في مديرية بيحان آخر معاقلها غرب محافظة شبوة. وأكدت مصادر من أهالي بيحان أن الميليشيا اختطفت 48 شخصا من المدنيين بحجج واهية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وتكررت عمليات الخطف أخيرا بشكل غير مسبوق ومن دون مبرر. مصادر قالت للصحيفة إن الخاطفين يقومون بالمساومة لإطلاق المختطفين مقابل مبالغ مالية كبيرة يطلبونها من أهاليهم بعد تعريضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بارتكاب جرائم ومساعدة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية. ترامب الذي يتجدد بعد زيارته السعودية، عنوان للكاتب محمد علي فرحات المنشوف في جريدة الحياة. تحدث الكاتب فيه عن أهمية زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية وتفرد هذه الزيارة من حيث التوقيت
وجدول الأعمال، وتابع. مواجهة التطرف الديني والحد منه ليس مهمة المتدينين والمعتدلين وحدهم، إنما صارت مهمة دولية مع ثورة وسائل الاتصال وموجات هجرة حولت العالم قرية لا تخفى أخبارها، وجعلت الاختلاط الديني والعرقي واللغوي واقعا لا تستطيع التنصل منه. كيانات دينية أشبه بالجيتو، في مقدمتها إسرائيل التي قدمت حلا لاضطهاد يهود أوروبا، فأصبح مشكلة للمستوطنين وللفلسطينيين وللمحيط العربي. الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج بلده ستتم السبت المقبل إلى المملكة العربية السعودية. 3 قمم في السعودية سيحضرها الرئيس الأمريكي، الأولى مع زعماء دول عربية وإسلامية، والثانية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة قمة ثنائية أمريكية سعودية. ومع أهمية الملفات المشتركة للزعماء المشاركين في قمم السعودية، سينتظر الجميع ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، لكونه جوهر معاناة العالم اليوم في القلق على الأمن والاقتصاد وعلى التعايش بين الأديان والأقوام واللغات. في هذا الإطار نشير إلى العلامات التالية التي تتميز بها زيارة ترامب. يؤسس ترامب بزيارته نوعا جديدا من السياسات الأمريكية، يقوم على الدبلوماسية المباشرة بحضور الرئيس وليس بواسطة مبعوثين كما كان يحصل سابقا. يأمل متابع الزيارة أن يطرح ترامب في القمم الثلاث سياسات عاده تجاه أزمات المنطقة العربية في العراق وسوريا وفي مواجهة التمدد الإيراني، ويفترض الفلسطينيون أن يجد ترامب مجالا لبحث قضيتهم وصولا إلى حل الدولتين، خصوصا أنه وعد في جولاته كمرشح بحل لهذه القضية مع وعي بأنها مفتاح السلام في المنطقة العربية. صحيفة العربي الجديد قالت إن متاعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو وكأنها دون نهاية، فهو لا يكاد ينتهي من أزمة ليوقع نفسه في أخرى لا تقل خطورة. بات الحديث عن فضيحة ووترغيت جديدة ترتسم تباعا، وينتظر أن تكتمل فصولها بمثابة أمر مسلم به، ليس فقط من قبل الصحافة الأمريكية بل من قبل الجمهوريين أنفسهم أيضا، بما في ذلك السيناتور جون ماكين، والذي لم يتردد في القول إن ما تم كشفه أخيرا عن تسريب ترامب معلومات سرية خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض قبل أيام هو في مرحلة ما من حجم ووترغيت ومستواها. وأضاف ماكين: لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل، الأمور السيئة لا تزال تستمر وكل يومين ثمة حدث جديد. ويبدو لافتا أن القاسم المشترك الذي يجمع هذه الفضائح التي تحيط بترامب يتمثل في روسيا، في سلسلة مترابطة من الأحداث تتدحرج منذ بدء الاتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب، مرورا باستقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين على خلفية اتصالاته مع مسؤولين من روسيا، ومناقشته قضية العقوبات على السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل أن يتفجر أخطر فصلين من الفضائح مع إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي. الأسرى صامدون في معركة الحرية، بهذا تحدثت صحيفة الخليج العربي عن الأسرى الفلسطينيين وتابعت: دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي شهره الثاني على التوالي في ظل إصرار من الأسرى على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم العادلة بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات. اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة قالت: الأسرى يدخلون شهرهم الثاني من الإضراب وسط ظروف صحية صعبة، فقد نقل العشرات من المضربين إلى ما سماها الاحتلال بالمستشفيات المدنية، فيما تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء 57 لمناقشة موضوع الأسرى وبحث السبل والآليات الكفيلة من أجل دعم الأسرى في سعيهم لنيل حقوقهم وإبراز قضيتهم في المجتمع الدولي. من الجزائر، تقول صحيفة القدس العربي بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قررت تحديد مدة ساعة واحدة لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل بعد أن كانت المدة مفتوحة سابقا. وقال الأمين العام لنقابة موظفي الشؤون الدينية في الجزائر جلول حجيمي إن وزارة الأوقاف وجهت تعميما لمختلف مديرياتها الفرعية عبر التراب الوطني بضبط مدة صلاة التراويح في ساعة واحدة. وأوضح حجيمي أن التعميم إجراء عادي جدا اعتادت عليه الوزارة كل سنة
ليس غريبا أو جديدا، ويهدف إلى التخفيف على المصلين من خلال عدم إطالة وقتها. ما تزال عمليات التهجير للقاطنين في حي الوعر السوري مستمرة. صحيفة العربي الجديد وثقت تهجير الدفعة العاشرة من سكان الحي في الصور. نتابع. هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.